اهلا يا دكتور، نحب نتعرف بحضرتك. دكتور سمير حلمي اسعد خليل، استاذ الامراض الباطنه في قسم السكر والدهنيات بكليه الطب جامعه اسكندريه. اهلا يا دكتور، اتشرفت بحضرتك. دكتور، كنا حابين نعرف من خبره حضرتك ازاي مريض السكر ممكن يستفاد من زيارته للطبيب، يعني ازاي تبقى الزياره مفيده ليه من كل النواحي، ما يبقاش تضيع وقت او ما يبقاش بس بياخد معلومات قليله. الحقيقه مريض السكر لازم يروح عند الطبيب بتاعه ومحضر هو عاوز ايه من طبيبه. المفروض مريض السكر ما يبقاش كل تركيزه على انه يظبط رقم السكر في الدم، والا يبقى كده هو خسران، لانه كده مش هيقدر يمنع المضاعفات. المفروض هو يتوقع من الطبيب بتاعه ويساعده ويطلب منه ويساله ازاي يمنع كل مضاعفات مرض السكر. فازاي نمنع مضاعفات مرض السكر؟ ان ما يركزش بس على رقم السكر، يركز كمان على الدهنيات، يركز على الضغط، يركز على الوزن. مش بس كده، يطلب من طبيبه ان يعمل اختبارات ولو مرة في السنة، انه يكشف على عينيه علشان يكتشف اي مشكلة في الشبكية بدري، انه يكشف على الضغط بتاعه، انه يكشف على القدم. مشكلة القدم السكري دي بتبتدي بقرحة صغيرة، فلو هو ما قلعش الحذاء بتاعه والشراب بتاعه وخلى طبيبه يكشف على رجليه، هيفاجئ ان القرحة الصغيرة دي بقت قرحة كبيرة وتنتهي بقدم سكري ولا سمح الله. برضو لازم يعمل تحاليل علشان يكتشف مشكلة بدري خالص في الكلية. فلازم يحط في باله ويساعد طبيبه ويتعاون معاه انهم يمنعوا كل المضاعفات اللي ليها علاقة بمرض السكر. صح يا دكتور، شكرا جدا يا دكتور على وقت حضرتك. سلم ايديكي.